يعني زي مثلا اللي بيبطل في اهلي وزمالك، ده حاجه تانية خالص. جالك اهلي وزمالك كابتن؟ اه جالي اهلي وزمالك. ما رحتش؟ انا ابني نادي الزمالك. انا بدات كوره في عندنا في مسقط راس في شربين، انا من قريه جميله كده اسمها كفر الوكاله يعني. فرحت نادي مرفق مياه شربين ولعبت مباراه واحده بس وجالي نادي الزمالك. رحت نادي الزمالك، رحت كان عندي 18 سنه. 18 سنه ده كان لو حضرتك تفتكر كان مسافر منتخب مصر للشباب اللي لعب في البرتغال. كان جيل بقى نادر السيد وهادي خشبه وطارق سليمان وعلي جد الله وامير عبد العزيز ويحيى نبيل كده، حركة الاسماء دي كلها، وليد صلاح الدين. فلما رحت كان الدوري اتلغى، فكان المدرب بتاعي كابتن غانم سلطان. انا فاكر انا رحت الزمالك كان يوم ثلاث اول تمرينه ليا، رجعت النادي يوم الجمعه بالليل قالوا لي يوم السبت تتمرن مع الفريق الاول. فبالنسبه لي صدمه يعني، انا لسه ناس بتفرج عليها بقالي من اسبوع في التلفزيون، النهارده بتمرن معاهم. وكان بقى ايه الجيل العظيم بقى يعني، حدث ولا حرج يعني. جمال عبد الحميد، طارق يحيى، هشام ياكن، اشرف حسني. اتمرنت؟ اتمرن مع الفريق الاول، ما خلاص انا بقيت لعيب في نادي الزمالك. كابتن اتمرنت معاهم؟ اتمرنت طبعا، ما خلاص انا لعيب في نادي الزمالك. فكابتن غانم في وقتها كلم كابتن ابو العز عايز ياخدني معاه، ان هو يعني ان انا اسافر معاه كاس عالم. انا ما لعبتش ولا مباراه لا في نادي الزمالك ولا لعبت ولا رحت للمنتخب ده. المنتخب ده كان واخد بطوله افريقيا كانت في مصر. وخلاص الناس مسافر. فطبعا كابتن ابو العز قال له يعني ده من سابع المستحيلات ان يعني اخده ازاي على اي اساس يعني. فالفتره دي اللي انا بقول لحضرتك بقى، انا جربت ولعبت في نادي الزمالك وقعدت في نادي الزمالك ثلاث سنين، والحمد لله الزمالك لما خد الدوري العام 91 92 92 93 كنت 99% موجود مع النادي. بتمرن وبدخل معسكرات، لكن المشاركه كانت صعبه. مش سهله يعني، مش سهل المشاركه انك انت في الجيل اللي انا ذكرت يعني الاسماء دي كلها، انك انت تشارك كان الموضوع كان صعب.